الناس النهاردة عملوا محضر زي ما طلب منهم فريق الإعداد وزي ما طلبنا منهم برقم 40 ح بتاريخ 20/7/2010 في قسم شرطة حلوان، ويحول إلى قسم شرطة المعادي لأن والدها في المعادي، عملوه في حلوان وسيحول إلى قسم شرطة المعادي. البنت في حالة نفسية سيئة جدا، للي مش متابع معانا قصة صابرين اللي زعناها من 3 أيام واللي سببت كثير وكثير من ردود الأفعال المتعاطفة وغير المتعاطفة، رغم إن لو بتثق فيا والله البنت دي تستحق كل تعاطف، وبنت ظلمها أبوها بشكل كبير. المهم الناس عملت محضر عشان يبقى بداية سكة جديدة نقدر نحميها من التهديدات العنيفة اللي بتيجي للعيلة. خلوني في الأول أقول لكم، امبارح صابرين للساعة 2 صباحا عند الدكتور بتتعالج. خلونا نعرف الحالة الصحية بتاعتها من دكتور يسري أنور، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة. دكتور يسري أهلا وسهلا بيك. دكتور يسري مع حضرتك. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. أنا حابب لو تتكرم، أنا استأذنت طبعا صابرين والدتها، إن حضرتك لو تقول لنا الحالة الصحية بعد الكشف عليها، نقدر نقول صباح بقى أمس يعني فجر أمس، حالتها ايه يا فندم؟ الحقيقه طبعا هي البنت جايه في حاله نفسيه سيئه جدا جدا. ايوه. وانعكاس الحاله النفسيه السيئه دي على حاله الجسم انها ادت الى شلل في عضلات الوجه. تم التعامل معه في بدايه الامر من قبل بعض الاطباء على ان ده شلل في العصب السابع نتيجه تيارات الهواء البارد او الصدمه العصبيه. صبح من الامر طبعا ان ده شلل هستيري نتيجه الصدمه العصبيه الشديده التي تعرضت لها. شلل هستيري. اتفضل يا فندم. بيطلق عليه شلل هستيري؟ شلل هستيري نتيجه الصدمه العصبيه الشديده التي تعرضت لها، وبالتالي طبعا دي محتاجه علاج نفسي بشكل كبير. سالتها عن اسباب الزعل، سالتها عن او تتوقع الشلل الهستيري ده يستمر قد ايه؟ يعني لو تتكرم تزيد الامور توضيحا للمشاهدين يا دكتور يسري. طبعا هي القصه مش بس الشلل الهستيري، هي الدمار النفسي الشديد اللي لحق بالبنت. البنت محتاجه اعاده بناء نفسي بشكل كبير جدا، محتاجه طبعا يعني فتره طويله جدا من العلاج النفسي، لان الموضوع مش بسيط. يعني دي صدمه شديده بتوقع على 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 نفس اي بنت، فما بالك اذا اتت من حد شديد القرب لها، يعني اللي هو المفروض انه مصدر الامان لها في الدنيا. فطبعا الموضوع محتاج طبعا فترات طويله من العلاج النفسي، وده ضرر مش بسيط. يعني مهما اصلحت فيه بيترك اثر للاسف، للاسف الشديد. تتخيل حضرتك بخبرتك الطويله واللي كلنا بنقدرها، يستمر العلاج قد ايه يا دكتور يسري؟ في تصوري مش اقل من 6 أسابيع، يعني 6 يستغرق العلاج النفسي، ويبقى فيه نوع من انواع يعني التعويض عن مثل هذا الضرر من قبل المحيطين بها، وده اللي انا حاولت ان انا افهمه للمحيطين بها من اقاربها وخاصتها، ان يعني انهم يحتووها بقدر الامكان ويقربونا بقدر الامكان ويحاولوا يدوها نوع من انواع التعويض النفسي عن مثل هذا الضرر. دكتور يسري انور، استاذ مساعد جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بكليه طب جامعه القاهره، بشكرك شكرا جزيلا. دي شهادة رجل تشهد له كل الأوساط الطبية. بالأمس صابرين كانت عنده لحد الساعة 2 صباحا، وهي شهادة أيضا لوجه الله عز وجل ولوجه الحقيقة اللي البعض من كتر الصدمة شكك فيها. عايز أقول إن بالأمس أول امبارح كانت مكالمات رهيبة من المحامي أستاذ خالد حسن ووالدها، انتوا عملتونا وانتوا فضحتونا وانت خليت الناس تشك فيا ومش تشك فيا. حقه طلبت منه بكل تأكيد ان هو يجي اذا كان يقدر يجي ضيف هنا في محطة مصر عشان يقدر يدافع عن نفسه اذا حب قدام الرأي العام اللي بيتهمنا ان احنا ظلمناه قدامه. لا مجيب، لا مجيب، ونفسي يطلع كده ويحط صابه في عينينا ويقول الحكايه. تنضم ليها على التليفون ام صابرين. ام صابرين ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا استاذ معتز؟ رحت النهارده عملت محضر في اسم شرطه حلوان؟ رحت حضرتك.
حضرتك عملت المحضر اللي هو بتاع التعديلات اللي جات لنا ساعه ما طلعنا من القناه. فاخدت رقمه وبعته لحضرتك على سبيل تشوفوا هتعملوا لي بيه ايه عشان افتح القضيه من جديد. عفوا قولي لي المحضر كتبت فيه ايه والناس استقبلوك ازاي في اسم شرطه حلوان؟ حضرتك كتبت طبعا ان انا جايه من قناه مودرن بالليل انا وبنتي وقدام السائق بتاع حضرتك طبعا اللي حضرتك بعته ياخدنا وودينا طارق شاف التهديدات والمكالمات اللي هي حصلت ايوه وكان على يده وكان سامع الميكروفون ولذلك ان هو اللي فتح كمان وسجل لي المكالمات اللي هي التهديدات والشتيمه بتاع بنت اخوه وبتاع خالته وتهديدات ويعني بصراحه حاجات ما تستاهلش ما كناش عارفين نروح بيتنا. حضرتك اساله هو وداني فين بالليل انا وبنتي. انا حكيت للناس وازاي قعدنا ساعتين نلف لحد ما لقينا مكان جديد بعد التهديدات البشعه والقذره والالفاظ التي يعف اللسان عن ذكرها او الاذن عن سمعها واللي اخترنا منها 17 ثانيه كلها تيت. زعناها اول امبارح 17 ثانيه مكالمات عدت النص ساعه ما لقيناش 17 ثانيه ومليانه تيت من اب لبنته اللي هو بيقول ان هي بتاع. الناس تعاملوا معاك ازاي في اسم شرطه حلوان يا ام صابرين؟ بصراحه ربنا يعني ما ردلهمش الوضع طبعا ما كانوش راضيهم الوضع اللي انا كنت فيه والتهديدات وكده وقاموا معايا بالواجب وعملوا لي المحضر الحمد لله وربنا وقف معايا ولادي الحلال وقالوا لي هيتحول على اسم المعادي. طلبت في المحضر عدم التعدي وان ما حدش يتعدى عليكي ولا يقترب منك؟ ايوه ووعدوك ان ده يتحقق؟ ان شاء الله قالوا لي كده نتكلم برضو في الموضوع دوت ونشوف التهديدات اللي انت فيها دي ايه. واستمعوا للمكالمات استمع حضرتك للتهديد اللي حضرتك زهته على الشاشه ووريته برضو البرنامج اللي حضرتك اللي انا كنت فيه معاك وسجلته واللي انا مسجلاه ووريته له من النهارده. طيب عموما الدكتور كان دكتور يسري معايا لسه على التليفون قبل حضرتك واكد ان صابرين محتاجه معامله خاصه جدا منكم في الفتره اللي جايه واحتضان كبير عشان تحاولوا معالجه بعض الشرخ النفسي اللي تعرضت له باذن الله يا استاذ معتز. ربنا معاكي يا ام صابرين. ربنا معاكي نورتينا وربنا يكون في عونكم.